عليكم حبيباتي احبائي. فيديو جديد اليوم غادي نصور لكم واحد الفيديو اللي هو زوين زوين بزاف، غادي يعجبكم. عباره عن تحليه كتجي زوينه وبارده، واخا دابا البرد ولكن زوينه، كتجي زوينه واقتصاديه. المكونات ديالها متوجدين في اي دار، اي منزل ما يكونش المكونات في شي دار حيتاش اقتصاديه بزاف بزاف، وكيحماقوا عليها الكبار والصغار. تحليه خفيفه زوينه اقتصاديه. نبداو على بركه الله نقدموا المقادير. انا عندي هنايا هيرنيز والحليب. بالنسبه للمول تختاروا المول اللي بغيتو، اختاروه داير ولا هكا على هذا الشكل هكا اللي اختاريت انا. اي مول عندكم تقدروا تختاروه، المول اللي كاين في المنزل عندكم تقدموا فيه هذه التحليه. هذه كندير هيرنيز في الحليب وكنديرو كنفرش هيرنيز هو الاول. بالنسبه للمول على هذه الطريقه هذه ما كيجيوش مستفين فيه، خصك ضروري تهرسيهم. يعني من الاحسن ديري المول داير. وبالنسبه للبنات من الاحسن فاش تكونوا كتخدموا هيرنيز تخدموا بالليكو حسن. عاد صافي انا غادي نستمر بهذه الطريقه، كندير هيرنيز في الحليب ونستفو في المول ديالي، وانتم خليكم معايا. الفرشه الاولى وغادي نزيد الثانيه تخوي ليا الحليب مسحته وغنرجع معاكم باش نكمل الفرشه الثانيه. كندير جوج طبقات باش كتجيني الحلوه عامره وكتجي زوينه. صافي من بعد ما غادي نكملها غادي نديرها في الثلاجه. من تكملوها البنات بحال هكا ديروا هيرنيز تستفوه هيرنيز من الحليب وهذا وتستفوه في المول ديروه في الثلاجه وغادي نرجع معاكم. دابا غادي نصيبو كريم باتيسيير. غادي نحتاجو فيها هنايا سنيده، عندي جوج معالق كبار ديال سنيده، عندي جوج معالق ديال النشا، معلقه د الفاني، كاس د العنبه الحليب حيت انا ما دايرهاش في المول كبير دايرها غير في المول صغير، هادشي اللي غادي نحتاج. والا درتو المول كبير ولا غادي تضاعفوا المقادير. سنيده كتبقى على حسب الذوق، بالنسبه ليا انا هذا القياس هذا هو اللي غادي نحتاج. نبداو على بركه الله. عندي هنايا كاسرونه غادي نخوي فيها كويس الحليب اللي عندي ونزيد عليها جوج معلقات ديال سنيده. غادي ندير جوج معالق ديال النشا، انا ما كنديرش فيها البيض،
كنديرها غير بهاد المقادير كطلع ليا لا كريم، كطلع لي كريم باتيسيير زوينه. غادي ندير معلقه د الفاني، غير شويه ماشي معلقه، حيت انا عندي بودر فاني ماشي الساشيات. غنحركوها مزيان قبل ما نديروها فوق النار، كنحركها مزيان حتى كتحرك مزيان داك النشا مع سنيده والحليب، وعاد كنديرها فوق النار. صافي دابا غادي نديرها فوق النار وغنستمر في التحراك. من الاحسن ما توقفوش من التحراك باش لاكريم كتطلع زوينه، ما كتطلعش محبه، كتطلع لاكريم زوينه. صافي انا غنستمر بالتحراك في لاكريم ديالي، وانتم خليكم معايا. انتما شوفوا كيفاش عقدات لاكريم، راها عقدات دابا راها طلعات. صافي كريم باتيسيير ديالي راه واجده، ما كنخليوهاش ثقيله بزاف وما نخليوهاش خفيفه. هاد القياس هكا راه مزيانه. صافي هانتوما شوفوا كيفاش عاقده مزيانه. دابا غندوز نخويها على هيرنيز اللي كنت دايره، نخويها في المول. البنات من الاحسن تخويوها وهي سخونه، من الاحسن تخويوها وهي سخونه، حيت شي لا بقات ولا غادي تقصاح وما غاديش تعطيكم الشكل اللي نتوما باغيين. من الاحسن تخويوها وهي سخونه. صافي لاكريم هانتوما كيفاش جات، جات هي هذيك، انا راها كفاتني، جاتني هي هذيك مع القياس اللي درت والمول اللي دايره غير صغير، جاتني هي هذيك. هاد النهار الحليب غير كيتخوى ليا، غير كيتخوى. المهم سمحوا ليا. صافي دابا غادي نزيد عاوتاني هيرنيز، نزيدو عاوتاني في الحليب ونعاود الطبقة الثالثة، عفوا الثانية، حيت في الأول درت جوج ودابا غادي ندير وحدة فوق لاكريم. صافي كتاخدو الشكل اللي بغيتو نتوما. أنا من الأحسن كنقطعو كنهرسو باش كيجيني، باش جاني هو هذاك. وانتوما الا كان عندكم المول داير من الاحسن، حيت المول على هذا الشكل هكا خصك ضروري تهرسي هيرنيز باش يجيك، باش تعمري القناص وصافي. صافي دابا غادي ندوز نوجد لاصوص الاخرى. انا عندي هنايا صوص اورانج، راني كنت شاركتها معكم في واحد الفيديو، عندي صوص اورانج واجده عندي في الثلاجه، غادي نخويها في كاسرونه وغنزيدها واحد المعلقه ديال مايزينا، جوج معالق صغار ديال مايزينا النشا، وغادي نردها فوق العافيه تزيد تعقد ليا شويه. ما كنردوها فوق العافيه البنات حتى كنخلطوها مزيان باش ما تحببش لينا مايزينا وما تبغيش تطلق. انا كنحركها مزيان في هكا بارده وعاد كنديرها فوق النار.
صافي دابا راني درتها فوق البوطه وغادي نستمر في التحراك بحال هكا حتى تطلع ليا لاصوص حيت ستها مايزينه خصني ضروري تعقد ليا مزيان ونرجع معكم باش نصبوها على الحلوه ديالنا ولا التحليه ولا كيفاش كتسميوها كل واحد وكيفاش كيسميها. لاصوص راه بدات كتوجد، هانتوما كتشوفوا كيفاش كتوجد. دغيا كتعقد البنات، راه دغيا كتقصح، ما كتاخذش وقت بزاف. البنات لاصوص راه واجده، شوفوا كيفاش جات عاقده، صراحه زوينه، جات عاقده مزيان وما كتاخذش الوقت بزاف باش فوق العافيه باش كتوجد، ما كتاخذش الوقت بزاف. دابا غندوزو باش نصبوها فوق المول ديالنا. انا البنات راني كنت دايرها في الثلاجه، غير استفدت فيها هيرنيز وداكشي درتها في الثلاجه خليتها تبرد على ما وجدت لاصوص ديالي، وغنولي ندير لها السلوفان وندخلها للثلاجه، نخليها تقريبا شي ساعتين ولا ساعتين ونص حتى تقبط راسها مزيان ونرجع معاكم. دابا يلا جبدنا الحلوه ديالنا من الثلاجه من بعد ما وجدات بردات قطات راسها، انا غادي نديكوريها بالفروي وغندير لها كريم فريش. عندي هنايا كريم فريش غادي نديكوريها بها. الديكوراسيو كيبقى على حسب كل واحد يديكوريها باش ما بغا، تقدروا ديروا فوق منها غير اللوز هكايا، ديروا منها فوق منها الفروي اللي بغيتو. صافي دابا انا كنديكوريها على هذا الشكل هكا، وبالصحة والراحة، وكنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم ونكون خفيفة على قلوبكم. وشكرا بزاف للتعاليق ديالكم والدعم ديالكم، شكرا بزاف بزاف، والهلا يخطيكم عليا، وانا ديما غادي نحط لكم الجديد وديما معاكم وكنحمق عليكم. وشكرا لكم مرة واحدة اخرى، ما تنسوش لي لايك والبارتاج، وكنحمق عليكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وبصحتكم وراحتكم.
الشكل النهائي ديالها كتجي على هذا الشكل هكا، كتجي زوينه وبالصحه والراحه، وكنتمنى تعجبكم ويعجبكم الفيديو ديال اليوم وتجربوها، واللي جربها وعجباتو يخليها لي في التعاليق. بالصحه والراحه.